الإمامة تأسست 2010 أوكي. ومن وقتها أخذت سكسي كتير كبير بعالم الموضة، خاصة إنه هي بتعمل البرينت والباترنز تبعونا على طريقتها الخاصة فيها، خاصة إنه هي جرافيك ديزاينر وبتحب ترسم كتير كمان. على كل حال ما حخبركم أكتر، خلينا ننتقل ونشوف سوا هالريبورتاج وهالانترفيو يلي عملني عندها بالشوروم، يلي كان بعده عم تنقل عليه على فكرة للشوروم، وكتير مميز وهي شخصيتها كتير فرحة هيك كلها فرح وتصاميمها كلياتهم فرح. حلو، يلا بنشوف. يلا ريما، صار لك من 2011 أطلقتي ريمامي، ليش ريمامي؟ أنت اسمك ريما وريمامي ليش؟ So ريمامي like dress me like make me a ريما. إنه أول شيء كنت عم فكر إنه ما بدي اسمي ريما اللي بدنا يكون it's too هيك rigid it's too couture، فحسيت إنه إشي خفيف يكون بس still بيحمل اسمي. لما بتطلع على البراند تبعك بنلاحظه انه مليء بالفرح، وبتخيل هذا بيعكس الشخصيه تبعيتك. اذا فيك تخبرينا about your own style، the DNA لريمامي. So ريمامي اول شيء انا every collection بحب استوحاها من something I'm so into and passionate about، مثل مثلا my hobbies. كنت مهووسه بالبوكسينج، كنت طول الوقت بالبوكسينج كلوب، بعدين عملت collection عن السيرفينج، عملت collection عن الكلايمينج ماونتينز. فكل كولكشن بحب خبر قصة، وبحب كمان نفس الوقت to inspire and motivate other women in the region ليعملوا شو بحبوا، يعني يعملوه بشغف. ريمامي تنعد من البراندز الأوائل بالمنطقة ليركزوا على كل شيء sustainable و eco friendly. لأي مدى عم بتقدري تعملي هالشي بالبراند تبعك، وقديش سهل؟ أنا من زمان كتير بلشت sustainability approach بدون ما أعرف شو هو، إنه قبل ما يكون في trending على الموضوع دائما كنت حاول مثلا لما نقص القطعة make sure ما في waste، نكون في zero waste cutting، وبنفس الوقت عم حاول أشتغل ب organic materials. طب مثلا بلاحظ كمان إنه غير إنه sustainability pieces مثلا بطلع عليهم غير إنه مرحين ذكية، يعني القطعة هي ذاتها فيك تلبسيها بعدة طرق، مثلا انت الجاكيت لبسيها فيك تفتحيها فيك تغيري الموديل.